وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. في هذه المباراة الأمل افتقد هدافه غزلان وأشو وحتى محساس، وعند نهايتها فقد الأمل في البقاء ضمن أندية النخبة. حاول الدخول بقوة الأمل في المباراة، ولكن جميلي منع هدفا محققا لصالح الأربعاء الثورة، وبطريقة لعبه المعتادة البلوك واللعب على المرتدات صعب الأمور كثيرا على لونيس، الذي اختلطت عليه الأمور كثيرا عندما قام بتغييرين في الدقيقة 25 بعد إصابة بويوسفي وحالة التيهان التي عاشها فريقه في وسط الميدان وخاصة مهاجمه ياشير. ومزيان لم يكن متألقا وكان سيء الحظ في هذه المباراة بتواجد المدافع الصلب تيبوتين. المرحلة الأولى انتهت سلبية والأمل كان ضعيفا بالنسبة لجمهور الزرقاء. وحمار مع بداية الشوط الثاني قضى على آمال لاعبي وأنصار أمل الأربعاء ووقع الهدف الأول لصالح فريقه ليعود الثورة الذي يسافر جيدا في كل مرة إلى بشار غانما بالزاد كاملا وبسعادة كبيرة. بعد ذلك الطيب حاول صنع الفارق والعودة في النتيجة عن طريق توغلاته وعن طريق هذه الكرة الثابتة التي استحضر فيها جميلي كل أناقته وتركيزه لصدها. شاهدنا شيئا قليلا من العروض الجميلة للأمل ولكن دون فعالية، وحتى الثورة بقيادة هذا المتألق ورجل المباراة حمار كانت لها عروض جميلة ولكن خافتة في المباراة. وحتى هذا البديل عمارة ضيع بطريقة ساذجة العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بهزيمة أمل الأربعاء الذي يقترب بنسبة كبيرة من العودة إلى الرابطة المحترفة الثانية بعد موسم متميز.